السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. صباح الأنوار عليكم جميعا وبداية أسبوع موفقة. وخليوم الثلاث صافي عاود دخلنا في الأسبوع. إذا لاحظتوا الوقت دغيا كيطير، النهار دغيا كيطير، السمانة دغيا كيطير، الشهر دغيا كيطير، والعام دغيا كيطير. دونك الوقت اللي بقات فغادي نخصصها للمستوى السادس ابتدائي بالتوفيق للجميع. اهم حاجه ركزوا، وكنتمنى تكونوا بديتوا المراجعه داكوغ، حيت ما بقاش الوقت بزاف. ما تفكروش في شي حاجه صعيبه، ما تفكروش في الحاجه الخايبه، ركزوا في وقت في الوقت ديالكم، راجعوا دروسكم، ولي والله ولي التوفيق. دونك اليوم غادي شنو غنخدموا؟ غنخدموا واحد النموذج ديال الامتحان، طبعا امتحان الموحد الاقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية دورة يولوز 2022، يعني شهر 7 العام اللي فات. داكوغ فوالا. بالنسبة للدروس او للدروس المحينة باقي ما كاين حتى شي خبر، يعني كيف ما كتعرفوا ان كل عام قبل الموحد كتخرج واحد المذكره فيها كيحددوا فيها الدروس اللي غادي تمتحنوا فيها. طبعا هما الدروس كيكونوا من بدايه السنه، كاينين شي دروس اللي كيحيدوهم. لحد الان ما كاين حتى شي جديد، يعني تركزوا على الدروس اللي زعما حددوهم لكم العام اللي فات، يعني اللي دوز العام اللي فات هذوك الدروس اللي حددوا ليهم هما اللي غادي تمتحنوا فيهم. فوالا. دونك الورقه كتجي على هذا الشكل. بالنسبه لماده الرياضيات كيكونوا 4 الوريقات، داكوغ 4 الوريقات. مهم بزاف انكم تشوفوا بحال هاد الفيديوهات باش تعودوا على هاد الوراق. انا ما كرهتش من تلقاو لي بي دي اف طبعوهم وخدموهم باش تولفوا عليهم، ما تجيكمش داك الرهبه داك الخوف من الورقه. صافي عادي، هانتوما شوفوا فيها مزيان المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اللوغو ديال المملكة، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالنسبة لهاد الموحد راه ديال جهة الدار البيضاء سطات، المديرية الإقليمية بعمالة مقاطعة بنمسك، رقم ورشة التصحيح، مركز التصحيح، اسم منسق الورشة، النقطة بالحروف هنايا بالأرقام، النقطة ديال الرياضيات راها على 40. هاد الخانة، هاد لابارتي هادي ما كتعمرش، ماشي مسؤولة، ماشي نتوما اللي زعما اللي ماشي ديالكم، ماشي نتوما اللي كتعمروها. رقم الامتحان، بالنسبة لواحد رقم الامتحان راه كيتعطى لك، كتكتبو هنا، كتكتب الاسم ديالك والنسب ديالك والمؤسسة. علاش عاملين هاد المثلث هذا؟ باش ملي كتشد الورقه ملي كتكون عاد من السميه والكنيه كيعملوا بحال هكذا وكيسدوا على الاسم باش فهمتوا ما يكونش تمييز، يعني ما كيعرفوش الورقه ديال من، حتى كيبغيو يدخلوا النقاط عاد كيشوفوا الاسم مع النقطه. فوالا. دونك هنا كاتبين لك ماده الرياضيات. الامتحان كيف ما قلت لكم انا ديجا قريتها لكم، مدة الإنجاز هنا كيعطيك شحال هاد الموحد شحال غدوز فيه، ساعة ونصف. المعامل ديال الرياضيات هو جوج، لاحظوا هنايا الصفحة 1/4، يعني الصفحة الأولى داكوغ. غتلاحظوا في الصفحة الثانية هانتوما الصفحة 2/4، يعني هادي الصفحة الثانية. بالنسبة لهنا لا يكتب أي شيء هنا، هنا ما كيتكتب حتى شي حاجة، عاوتاني هادي كتسد هكذا داكوغ. الصفحة الثالثة لهذا الشكل هذا، كذلك هي الصفحة الثالثة على 4، حيت بغيت نقول لكم. والصفحة الرابعة هي هذه 4 ديال الصفحات. ركزوا مزيان لا تمشيو تنساو شي ورقة، وهادشي كتوقع بزاف. كينساو واحد الورقه ما كيعمروهاش، عند بالهم كاينين غير ثلاثه، الوغ داك ساعه ونص كيقسموها غير ثلاثه ديال الوريقات، في الاخر كيتصدموا ان واحد الورقه باقي ما خدموهاش. دونك عقلوا عفاكم، ماده الرياضيات كاين 4 ديال النقيطات. اول حاجه كنبداو فيها الرياضيات هي الاعداد والحساب، شحال عليها من نقطه؟ عليها 17 نقطه. والحاجه الزوينه في الرياضيات، ماشي في الرياضيات يعني فيهم كاملين، انهم عاملين التنقيط داكوغ. بالنسبه للسؤال الاول، دابا العمليه الاولى عليها 2 نقاط والثانيه 2 نقاط وثلاثه 2، دونك 2 4 6. دونك السؤال الاول فيه 6 ديال النقاط، فهمتوا؟
دائما كنبداو بالعمليات. اذا نضع وانجز العمليه التاليه نبداو على بركه الله. دونك بالنسبه للعمليه الاولى الى لاحظتوا مي كيكون عندي لي بارونتيز، مي كيكون عندي هذا الاقواس، كنبداو نخدمو العمليه الاولى. صافي كنبداو نخدمو العمليه الاولى. اذا نجيو نحطها، انا علاش عاملين لك هنايا هاد المستقيم متقطع؟ حيت يعني غادي تخدم جوج ديال العمليات. غادي نخدم اولا العمليه اللي عندي بين قوسين. بالنسبه للعمليات اهم حاجه تركزوا عليها شنو هي؟ هي الترتيب، يعني كيفاش كتحطوا العمليه. لاحظوا معايا العدد الاول فيه الفاصله والعدد الثاني ما فيهش الفاصله. دونك العدد اللي ما كتكونش فيه الفاصله الا بغيت انا ندير الفاصله فيه كتكون هنا على اليمين. دونك هنا غتكون الفاصله 2 1 4 1. ركزوا معايا مزيان شنو غندير. دونك من بعد ما تندير الخط، طبعا الفراغات كنعمرهم بالصفر ونعمل الإشارة طبعا الزائد، وهنا نعمل التساوي. شفتوا داكشي منظم. دونك كنبدأ نحسب هنا 5، هنا 7، 0، 4، 5، 6، 3، 1 هي 4، 6 و 4 هي 10، 1 و 1 هي 2. دونك انا خدمت هذه. دونك الخارج ديال هذه العمليه اللي هو هذا غادي نعاود نكتبه بشويه عليا، ناخذ وقتي داكشي يكون منظم. العمليه الثانيه دائما الفاصله تحت الفاصله، نعمل الخط ديالي، نعمر الفراغات بالاصفار ونعمل الإشارة ديال الناقص، وهنا نعمل التساوي. داكوغ. دونك 5 ناقص 0 5، 7 ناقص 5 2، 0 ناقص 9 لا يمكن نستلف ونرد. دونك 10 ناقص 9 1، نعمل الفاصلة. 6 ناقص 7 لا يمكن نستلف ونرد. دونك 16 ناقص 7 يساوي 9، 4 ناقص 1 3، 0 ناقص 1 لا يمكن نستلف ونرد، 10 ناقص 1 كتساوي 9، و2 ناقص 1 يساوي 1. صافي هنا جوج نقيطات غير نركز. بالنسبه للضرب، بالنسبه للضرب هاد الاشاره هادي ما يعني ما يعني الفاصله ما كتهمش، يعني ما كيهمش طريقه الوضع هذه اولا. وثاني حاجه من الاحسن العدد اللي الفوق يكون هو الكبير اللي فيه بزاف ديال الارقام. ضروبه 5 4 9، نقدر نحطو هكا ما كاينش مشكل. ما نعملش التساوي في الضرب، ما كنديروش هنا التساوي. يلا نبداو بهذا. دونك 5 في 6 يساوي 30، 5 في 8 يساوي 40، 40 زائد 3 هي 43، 5 في 7 تساوي 35، زائد 4، 35 زائد 4 هي 39، 5 في 2 10 زائد 3 13، عفوا فوالا. دونك السطر الثاني كنعمل نقيطه وكنمشي نخدم بهادي. دونك 4 في 6 24، 4 في 8 32، زائد 2 هي 34، 4 في 7 28، زائد 3 دونك 28 29 30 31، بقى 3. فين بقينا؟ 4 في 2 8، زائد 3 11، واحد نكتبه معوض. بالنسبة للسطر الثالث كيكونوا فيه 2 نقيطات فوالا، ونمشيو نخدمو ضرب ديال 9.
فوالا. دونك 9 × 6 = 54، دونك 9 × 8 = 72، زائد 5 = 77، 9 × 7 = 63، زائد 7 = 70، 9 × 2 = 18، زائد 7 = 25. دائما 6 بالمسطرة، نحاول داكشي يكون عندي منظم. دابا نجمع، نعمل التساويين، 0 4 و 3 7، 9 و 8 17، 7 و 3 10 11 12، 3 6 2. ما ننساش نرجع للفصيلة، شحال عندي من رقم فصيلة، دونك هكذا دوزو القسمة. لاحظوا معايا المقسوم عليه فيه الفصيلة، دونك انا كنفضل انني ما يكونش عندي الفصيلة لا في المقسوم لا في المقسوم عليه. دونك الفاصله دائما كنخرجوها على اليمين، دونك الا خرجتها على اليمين مره واحده هنا غادي نزيد صفر. يلا المقسوم عليه كناخذو كامل، والمقسوم خصني ناخذ عدد لي يا اما كيساوي ليا المقسوم عليه او اكبر منه، دونك غناخذ 165. بالنسبه للتلاميذ اللي عندهم مشكله في جدول الضرب، ياك كنخدم بالعمليه ديال الجمع، كنشد المقسوم عليه كنبقى نزيدو على نفسه حتى يوصل للواحد العدد، يا اما كيساوي 165 يا اما اقل من 165. لاحظوا هنا كبر، دونك غنحبس هنا. غادي نشوف 48 شحال من مره تعاودت لي، 1 2 3، غنحط هنا 3 والعدد هذا نحطو لتحت. كنعمل طبعا عمليه الطرح، دونك 5 ناقص 4 1، 6 ناقص 4 2 0، ونهبط 6. دونك هنا لقينا راسنا باقي ما وصلناش لهذا العدد، نبقاو نزيدو. ميتين وربعين بزاف، وغنحبس هنا. نشوف 48 شحال مرة تعاودت، 1 2 3 4، غنحط 4 هنا، ونحط 192 هنا. نعمل طبعا الطرح، عفوا 6 ناقص 2 = 4، 1 ناقص 9 لا يمكن لنا السالف ونرد، 11 ناقص 9 = 2، هنا 0 ونهبطو 0. دونك خصني 240، لاحظوها هي 240. غادي نشوفو شحال 48 شحال مرة تعاودت، 1 2 3 4 5، نحط 5 هنا ونحط هنا 240 طبعا بيناتهم الطرح. إذا الباقي 0، يعني كتسمى قسمة مضبوطة. دوزو السؤال الثاني، قالك احسب ثم اختزل ان امكن، عليها جوج نقاط. اذا في هذه الحاله شنو تنخدموا؟ الاعداد، العمليات على الاعداد الكسريه، كنخدم اللي ما بين الاقواس طبعا في سطر واحد، كنحتفظ بالاقواس داكوغ. دونك هنا عندي 10، عندي الجمع طبعا، عندي الجمع، دونك كنفكر في توحيد المقامات. شنو هو المقام الموحد ما بين، مادام ان 10 مضاعفه ديال 5، ف المقام الموحد هو اكبر مقام اللي هو 10. دونك هذا بقى كيف نوا، ولكن هنا هذه 5 رجعت لي 10 كيف عملنا لها، ضربناها في جوج، دونك حتى 3 غنضربوها في جوج غتعطينا 6. انا خدمت نيشان، ممكن انكم هاد العمليه هادو تعملوهم هنايا. انا لاحظوا معايا المقام واحد هو 7، دونك كنحط 1 وكنعمل 5 ناقص 2 في البسط. اذا هنا 1 + 6 = 7 على 10 مضروبه
خمسة ناقص جوج هي ثلاثة على سبعة. هنا لاحظوا معايا، هنايا البسط في البسط والمقام في المقام، سبعة في ثلاثة على عشرة في سبعة. إذا قال لك اختزال، لاحظوا معايا ركزوا مزيان في المسألة ديال الاختزال، سبعة كتمشي لي مع سبعة، البسط مع الم، صافي كتبقى ليا ثلاثة على عشرة. اون باس تروزيام اكزارسيس، قال لك احسب ما يلي. واخا دونك هنايا عندي عملية الطرح، نعمل هادي ناقص هادي، دونك 20 ساعة كيمكن لي نقص منها 6 سوايع، 30 دقيقة ميمكنش نقص منها 60، و 36 دونك هنا غيكون عندي واحد التحويل هنا. هنا 20 ساعة ترجع ليا غير 19 ساعة، واحد ساعة فين مشات زدناها هنا، يعني ما غاديش نزيدو واحد وانما نزيدو، حيت الساعة شحال فيها من دقيقة؟ 60، غنزيدو 60، يعني 60 زائد 30 ترجع ليا 90 دقيقة. كنتمنى تكون مفهومة، الدرس راه كاين في القناة، اللي باقي ما فاهمش قياس الزمن يمشي يشوف. اها دونك قلنا 19 لساعة و 90، عفوا 90 دقيقة و 36 ثانية، غادي نقص منا 6 ساعات و 50 دقيقة و 18 الثانية. دونك نسى لي فونارو 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 15 8 3 ناقص 2 1 0 5 6 4 هنا 3 1، يعني 13 ساعة 40 دقيقة و 18 الثانية. اون باس قال لك حول جداء التالي الى جداء عددين قوى احدهما 2 والاخر 3. واخا دونك هنا كنفكروا في التفكيك، 27 شنو كنعرفوا عليها؟ هي 9 في 3 ياك، هي 3 في 3 في 3، هي 3 في 3 في 3. نحاول نفكك، نحاول نفكك بارقام اللي كيتشابهوا، وعندي 36 6 في 6، هي 6 في 6 مزيان. دونك غادي نجمع هادو ونقاد هادو، 3 في 3 في 3 هي 3 قوى 3، و 6 في 6 هي 6 قوى 2. صافي حنايا حققنا الشرط، قال لك عددين القوة احدهما، القوة واحد فيهم جوج وواحد 3، هاي ها 3 وهاي هي جوج. صافي ندوزو للورقة الثانية. بالنسبة للسؤال الخامس قال لك رتب الأعداد التالية ترتيبا تزايديا من اليسار نحو اليمين باستعمال الرمز المناسب. عندي هنا واحد، واحد فاصلة خمسة وعشرين، ثلاثة على جوج، عشرة، جوج على خمسة. واخا بالنسبة لهاد التمرين هذا كاينين جوج ديال الطرق. الطريقة الأولى أننا نوحدو لهم المقامات كاملين، دابا هذا هو واحد على واحد، هذا راه هو مية وخمسة وعشرين على مية، حيت الفاصلة خرجنا جوج المرات، ثلاثة على جوج، عشرة على واحد، وجوج على خمسة، ياك؟ إذا هنا المقام الموحد شنو غيكون؟ هو مية، أكبر واحد فيهم، هادي مية على مية، هنايا هادي بقات نفسها، هادي جوج ضربناها في خمسين، حتى هادي في خمسين عطيني مية وخمسين، هادي في مية، حتى هادي في مية غتعطينا واحد جوج، عطينا ألف، خمسة خمسة فاش عشرين، دونك تا هادي في عشرين، عشرين في جوج هي ربعين. مي كيتوحدو ليا المقامات صافي كنبقى نقارن هادو. قال لك تزايديا يعني اكبر، يعني تزايديا يعني من الصغير للكبير، فين هو الصغير؟ هنا هو ربعين، صغر من مية، صغر من مية وخمسة وعشرين، صغر من مية وخمسين، صغر من ألف، جوج ياك. إذا ربعين على مية، صغر من مية على مية، صغر من مية وخمسة وعشرين على مية، صغر من مية وخمسين على مية، صغر من ألف على مية. إذا هاد ربعين على مية فينا هي؟ هنايا ربعين على مية
إذن هي 2/5، ومية على مية هي 1، ومية وخمسة وعشرين هي 1.25 هو الأصل ديالها، ومية وخمسين هي 3/2 ياك، و 1000/100 فين هي 1000 راه هي 10. صافي حنايا رتبناه، ندوزو. اولا الطريقه الثانيه كيف ما قلت لكم، تقدروا ديروا القسمه ديال 3/2 والقسمه ديال 2/5 وتشوفوا. ندوزو للمساله الاولانيه، نشوفوا دابا شحال المسائل كيكونوا عندنا في الموحد على حسب، يا اما 3 يا اما 4 يا اما 2، يعني مساله لها 3 نقط. قال لك يبلغ طول ساحه احدى المدارس، يعني الساحه ديال واحد المدرسه 80 متر. دابا هذا الطول 80 متر والعرض 65 متر. احسب محيط يعني بي هذه الساحة على التصميم، هنا على التصميم بالسنتيمتر، علما أن السلم المستعمل، عطاونا السلم المستعمل هو 1/250، يعني 1 سنتيمتر على التصميم راه هو 250 سنتيمتر على الحقيقة. واخ كيفاش غادي نعملو نديرو له؟ دابا هذا الطول وهذا العرض عطاونا على الحقيقه، اذا بغينا نحسبوا الطول والعرض على التصميم، اذا الطول على التصميم شنو هو؟ هو الطول، هو الطول شنو قلنا، هو الطول زعما الحقيقي ياك، الطول الحقيقي شحال هو؟ 80 سم. قال لك هنا غادي نحولها للسنتيمتر، غترجع ليا 8000 سنتيمتر، دونك الطول 8000 سنتيمتر غنضربوه في السلم غيعطيني 32 سنتيمتر. صافي 8000 سنتيمتر الطول ديال الساحة على الواقع، على يعني يعني الطول الحقيقي هو 32 سنتيمتر الطول على التصميم. نحسبوا دابا العرض على التصميم، هو العرض الحقيقي شحال هو العرض الحقيقي؟ 65 متر، حنا بغينا نحولوها للسنتيمتر، هي 6500 سنتيمتر، غنضربوها في السلم شحال تعطيني؟ 26 سنتيمتر. اذا هو قال لك محيط الساحة ماشي على الحقيقة ولكن على التصميم. دونك شنو هو بي؟ يعني قلنا المحيط هو طول زائد العرض مضروب في جوج، طول زائد العرض مضروب في جوج، الا حسبتوها تعطيكم 116 سنتيمتر. صافي هذه هي محيط الساحة على التصميم. الا كو كان قال لك عطيني على الخريطة على الواقع، غتعمل له 80 زائد 65 ضربها له في جوج، ولكن هو بغى المحيط على التصميم. نتمنى يكون مفهوم. صافي سالينا دابا الجزء ديال الاعداد والحساب ياك، غندوزو الجزء الثاني ديال الهندسه. صافي اذا الهندسه شحال عليها من نقطه؟ 11 نقطه. مزيان قال لك انشئ زاويه ام او ان قياسها 84، ثم انشئ منصفها باستعمال الادوات الهندسيه المناسبه. واخ اذا أربعة وثمانين، شوفوا من قال طبعا أو هي الوسطانية، مثلا ناخد هنايا إم، دونك إم أو إن 84، نحطو النقطة اللي الوسط في هاد النقطة ديال المنقالة والصفر، ونطلع شحال قلنا 84 من الصفر من هنا، دونك 4 ها هي 80، ها هي 85، دونك الشرطة اللي قبل 85 هي هنا، دونك صافي هاني
هنا غتكون ان، صافي هي ام او ان، كنجي لهنا وندير 84 درجة. بغيت المنصف، واخ المنصف كيكون بالبركار. الطريقة هي كنشد الضلع اللولاني، ما تنسوش عفاكم الادوات الهندسيه، كنمشي كنعمل قوس، عاود كناخذ الضلع الثاني، كنمشي النقطه ونعمل قوس. دونك فين تلاقاو ليا ديك النقطه اللي تشكلات لي والمنصف ديال الزاويه. دونك هادي غادي يكون فيها 42 وهادي غيكون فيها 42. يلا اون باس. دونك 8 قالك انشئ معين ا بي سي بحيث ا سي كتساوي 6 سنتيمتر وبي دي كتساوي 3 سنتيمتر. هذه 6 وهذه 3. دائما ملي كيقول لك مثلا كيحدد لك واش 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 تنشا مربع ولا مستطيل ولا معين، اجي الوسخ ياك ورقه الوسخ ديالك ودير لي فيها معين مصغر بحال هكذا ياك عشوائي، وتكتب لي فيه ا بي سي دي، غتكتب لي فيه ا سي. دونك ا سي هذا فيه 6 سنتيمتر و بي دي فيه 3 سنتيمتر. شفتو؟ ايه باش تعرفوا، باش تعرفوا شنو كترسموا. دونك نرسموا حنايا ا سي 6 سنتيمتر، نعملو حنا هكذا تكونوا ذكيين في التعامل مع الورقه. دونك شنو هو هذا اللي طويل؟ ا سي. دونك ا سي 6، القطر الثاني خصو يكون يمر من الوسط. دونك 3 هي 1.5 1.5، وتكون عمودي عليه صافي. هذا هو المعين. دونك ا بي سي دي. نمروا للسؤال التاسع. لاحظ المثلث او اف جي ثم احسب قياس الزاويه جي او اف. دونك حنا خصنا هادي شنو كنكتبو؟ نعلم ان مجموع قياس زوايا مثلث شحال هو، شحال المجموع ديال هاد الثلاثه شحال خصو يكون؟ دائما 180 درجه. اذا نديرو الزوايا بثلاثة، اذا جي زاويه جي زائد زاويه او زائد زاويه اف خاصهم يكونوا كيساويو ليا شحال؟ 180 درجه. مزيان. الزاويه جي شحال هي؟ هي 38 درجه زائد او هي اللي غادي نحسب زائد اف هي 38 درجه كتساوي 180 درجه. اذا او زاويه او زائد نجمع هاد جوج 38 38 دونك 8 16 3 3 6 زائد 1 هو 7 كتساوي 180. اذا انا الا بغيت غير او هي 180 غنقص منها 76 درجه. شحال غتعطيني؟ ديجا دايره الكل الكالكول. مية وربعة صافي. كنتمنى تكونوا شفتوا كيفاش الأجوبة حتى هما كيكونوا منظمين. وندوزو للورقة الثالثة. بالنسبة للسؤال رقم 10 قالك أنشئ مماثل الشكل بالنسبة للمحور دي. إذا أول حاجة في التماثل المحوري هو تحديد بعد شحال عندي النقاط. عندي واحدة جوج ثلاثة أربعة، نعمل التماثل ديالها. فهمتوا؟ يعني سواء بالمسطرة سواء بلا مسطرة، يعني هنايا واحد جوج حتى هنا كنمشي واحد جوج. ها هي هنا خرجت بواحد جوج ثلاثة أربعة وهبطت بجوج، يعني واحد جوج ثلاثة أربعة وهبطت بجوج، هبطت بجوج. ها هي هبطت بجوج ودخلت بثلاثة. دونك هبطت بجوج ودخلت بثلاثة
صافي وكنسال به خط. ماشي اهم حاجه الطريقه، باهميه انها يخرج الشكل صحيح. عفوا ما تنساوش عفاكم ديو معكم الادوات الهندسيه، طبعا الستيلو الزراق، المسطره، الكوس، المزوات، المنقله، قلم الرصاص، هذا الميمحه، المنجاره، هادشي كامل خصو يكون عندكم. التمرين رقم 11 قال لك انشئ تكبيرا للشكل بمقدار 3 المرات، يعني غنكبروا هذا 3 المرات. واخ اذا هنا مشينا 1 2 3، يعني 3 في 3 شحال؟ 3 في 3 تسعود، يعني خصو يمشي تسعود المرات. 1 2 3 4 5 6 7 8 تسعود. طبعا نخدم بالمسطرة. هنا مشى بجوج، دونك جوج في 3 شحال؟ 6. نهبط في 6، 6 ديال المربعات. 1 2 3 4 5 6. هنا مشى 1 2 3 4، 4 في 3 12، اذا غنمشي ب 12 لتربيعة. 2 3 شحال قلنا؟ 4 في 3 12 ياك. هنا مشيت جوج، دونك جوج في 3 شحال؟ اولا المهم نربط هادو. صافي انتوما شفتوا، وعافاكم دابا بحال هكا ما كيكونش كيبان قلم الرصاص، نتكا على قلم الرصاص مزيان حتى يبان لي انه الشكل واضح ليا مع التربيعات. ردوا البال هاد المساله هادي. مسطره طبعا يكونوا فيها هاد الخطاطات، يكونوا هاد زعما التدريجات يكونوا واضحين، صافي ما يكونوش ممسوحين، والارقام يكونوا فيها باينين. ندوزو شنو اللي غندوزو؟ اذا سالينا الجزء الثاني ديال الهندسه. الجزء الثالث شنو كيكون فيه؟ القياس. مزيان تفيت عليه 8 النقاط. دونك السؤال رقم 12 قال لك حول الى وحده القياس المطلوبه. نبداو اذا هنا الجدول ديال المتر. طبعا الجداول خاصهم يكونوا عندكم محفوظين. اذا المتر عندي ديسيمتر، سنتيمتر، المليمتر، هنايا الديكامتر، هي الكيلومتر والهكتومتر. اذا هنا عندي 50 ديكامتر، ها هي كنحط الوحدات في الديكامتر، والعدد اللي كيكون فيه الفاصله، العدد اللي قبل الفاصله هو اللي كنحطو في الوحده. ديسيمتر 12، والعدد اللي كيكون فيه الفاصله كنحطو في الجدول بدون فاصله. المهم راه رسمت الجدول عشوائي، يلا يعني غنجمع. بغيتو المتر، فين هو المتر؟ اذا ها هو المتر، ونعمل الفاصله. اذا 501.23. جيسبر يكون مفهوم. ندوزو للمتر مكعب. دونك بالنسبه للمتر مكعب حتى هو نفس الوحدات، ولكن مقسم 3 الخانات في كل خانه، كل وحده وحدات عشرات مئات. يلا اذا عندي 8 غنحطها في الهكتومتر مكعب، في الوحدات ديال الهكتومتر، والصفر غنحطو في الديكامتر مربع مكعب. عفوا 0 1 3 ونجمعهم. بغيتها المتر مكعب، دونك غادي نكمل حتى نوصل للوحده، دونك وحدات عشرات مئات حتى نوصلها للوحدات ديال المتر مكعب. صافي دونك شحال تعطيني؟
8 المليون و810 الف. غندوزو دابا الجدول ديال الغرام، بربعه بيهم خصهم يكونوا محفوظين. اذا الغرام عندي ديسيغرام، سنتيغرام، والميليغرام. الطرف الاخر عندي الديكاغرام، الهكتوغرام، الكيلوغرام. عندي هنايا كيكونوا ثلاثه. دونك عندي هنايا نقطه طن قنطار. يلا عندي 0.45 قنطار، دونك الصفر هو اللي نحطه في القنطار. ها هو 0.45. 70 ديكاغرام، الصفر هو في الديكاغرام، 0.7. 80 غرام، الصفر في هنا، ها هو 0.8. ونجمع كلشي، دونك 0.8754. ياك بغيتها الكيلوغرام، فين هو الكيلوغرام؟ ها هو، نعمل الفاصلة. دونك 45.780. مزيان. بغيت المتر مربع، واخا. دونك بالنسبة للمتر مربع، دونك المتر مربع، ديسيمتر مربع، سنتيمتر مربع، الميليمتر مربع، ديكامتر مربع، الهكتومتر مربع، والكيلومتر مربع. بالنسبة للمربع كيكونوا جوج وحدات وعشرة جوج الخانات، ياك. في المتر المربع كيكون سنتيار، سنتيار. هنايا الار، وهنايا الهكتار. دونك 0.2 هكتار، 6 غتكون في الهكتار، 6 في الوحدات، 2. الديكامتر مربع، الصفر غيكون هنا، 1.5. انا هادشي كنخدم مباشره حيت ديجا شارحه، راه بزاف ديال الفيديوز غادي نعاود نحطو لكم، قلت لكم ديال جداول يعني جداول ديال التحويل. 9 متر مربع، ها هي 9 في الوحدات. بغيت الار شحال هي؟ هي 630.59. سؤال رقم 13 قال لك احسب محيط الدائره. مزيان. دونك شنو طلبوا مني؟ بي ديال الدائره التي طول شعاع، دونك شنو هو شعاع؟ هو اغ. دونك اغ كيساوي 2.5 سنتيمتر. دونك هنا خصك تكون حافظ القاعده ديال محيط الدائره. اذا محيط الدائره هو دي في بي. شنو هو دي؟ هو القطر، القطر هو الشعاع مضروب في جوج. دونك هو 2.5 مضروب في جوج، عاد نضرب في بي اللي هي 3.14. دائما هي 3.14، دونك غتعطيني 15.7 سنتيمتر. صافي، هذا هي بي. ندوزو واحد المساله عليها نقطه ونصف. قال لك يريد فلاح بيع نصف الحقل، عقل ردوا البال للمعطيات اللي كيعطيوكم. نصف حقل مربع، هو عطاك الشكل مربع، يبلغ المحيط. اذا بي محيط المربع شنو هو؟ 1600 متر. مزيان. احسب المساحه التي ستبقى لديه، دونك احسب ليا لا سيرفاس، المساحه. مزيان. دونك اولا شنو خصنا نعملو؟ اذا اول حاجه نحسب مساحه ديال الحقل، مساحه الحقل. دونك المساحه شنو هي؟ هي الضلع في الضلع، ياك. ولكن حنا انا ما عنديش الضلع، انا عندي المحيط. اذا قبل ما نحسب مساحه الحقل،
شنو نحسب؟ نحسب الطول ديال الضلع، طول ضلع الحقل. الا عندي انا المحيط وبغيت نحسب الطول ديال الضلع، فهذا نقسمه على 4. الطول ديال الضلع نسمو سي ولا ا ولا اللي بغيت، يعني كوتي جانب، هو 1600 متر، غادي نقسمها على 4 غتعطيني 400 متر. اذا المربع هذا كيساوي 400 متر، مزيان. اذا نجي دابا ونحسب مساحة الحقل. مساحة الحقل كامل شنو هو؟ الضلع في الضلع، ياك. دونك اس هي الضلع في الضلع، هي 400 في 400 شحال هي؟ هي 160 الف متر مربع. اذا انا بغيت المساحة المتبقية، حيت هو قال لك باغي يبيع غير النص. اذا هذا شنو غنعملو؟ غنقسمو على جوج. اذا 1600 160 الف غنقسمها على جوج، غتعطيني 80 الف متر مربع. كنتمنى تكون مفهومه، وندوزو نكملو. باقي لنا مساله اخرى. داكشي علاش قلت لكم كيقدروا يكونوا حتى الاربعة ديال المسائل في الموحد. المساله عليها نقطه ونصف، ثلاجه على شكل هطاوني متوازي المستطيلات، قاعدتها مربع، القاعده ديالها مربعه، طول الضلع ديالها 60 سنتيمتر والارتفاع 150 سنتيمتر، وقال لك حسب ليا. اذا حسب ليا الحجم ديال متوازي المستطيلات، مزيان. اذا الحجم باردون في ماشي بي، دونك الحجم ديال متوازي المستطيلات شنو هو؟ هو الطول، يعني الضلع في الضلع في الارتفاع. اذا هو الضلع في الضلع، يعني 60 في 60 في الارتفاع اللي هو 150. تاكدوا من انهم يكون عندهم نفس الوحده. شحال غتعطيني اذا حسبتها؟ هي 540 الف سنتيمتر مكعب، ولكن هما قال لك طلبوا منك انك تحولوا للمتر مكعب. دونك كتجي للجدول اللي كنا خدمنا قبيله ديال المتر مكعب، تنقلب عليه، ها هو المتر مكعب. هنايا عندي السنتيمتر مكعب، ها هو. دونك 4 د الاصفار، 1 2 3 4 54، بغيتو انا للمتر. شحال غيعطيني؟ 0.54. اذا 0.54 متر مكعب، صفقنا. اذا اخر جزء هو تنظيم ومعالجة البيانات. عندي مسألة عليها 4 ديال النقط، ركزوا فيها مزيان باش ما تضيعوش النقطات. يمثل الميبيان عدد المسافرين، ها هو، من احدى محطات القطار. اذا عدد المسافرين خلال الشهور الاولى من سنة 2022، ما هو الفرق بين الشهر الاعلى هذا والشهر الأدنى هذا في عدد المسافرين؟ العملية سهلة جدا، عدد المسافرين في الشهر الأعلى، عدد المسافرين في مش الشهر الأعلى، ولكن في شهر يناير. شنو هو؟ شحال يناير؟ إذا نشوفوا شحال طالعين. دونك هنا صفر، هنا 2000، دونك شنو طلعين؟ ب 1000 2000، 3000، 4000، 5000، 6000، 7000، 8000، 9000، 91، 900، 9000. وعدد المسافرين في شهر يعني اقل شهر شنو هو؟ فبراير. شحال كاين؟ دونك 400 و600 بيناتهم 4000 و6000 بيناتهم 5000، 40 400 50 500 5000. دونك الفرق هو انا عملت 9000 ناقص 5000، صراحة هذا التمرين كادو ساهل، هو 4000 مسافر. دونك فوالا، بهذا كنكون سالينا، ما نزيدش نطول عليكم. دونك بالتوفيق لكم جميعا، كنتمنى من قلبي تكونوا استفدتوا معايا. نتلاقاو فيديوهات مقبله ان شاء الله، دمتم في رعايه الله.